في حلب معنا ماجد عبد النور عضو شبكة شام. ماجد السلام عليكم. بداية، لا تزال الاشتباكات تدور في مطار منغ، هل اقترب الثوار من تحرير المطار؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يعني حتى هذه اللحظة ما زالت الاشتباكات مستمرة في محيط مطار منغ العسكري في محاولة الجيش الحر اقتحام هذا المطار والسيطرة عليه سيطرة تامة. طبعا حتى الآن لم يتم السيطرة على المطار، يعني جرت عدة محاولات لاقتحام هذا المطار ولكن لم تكلل بالنجاح. بإذن الله ستكون الأيام القادمة. يعني بالنسبة لمطار منغ العسكري أصبح هدف أساسي للثوار ورئيسي، يعني يجب السيطرة على هذا المطار. لذلك الجيش الحر لن يتخلى عن هذا المطار حتى لو كلف، مهما يكلف سوف يتم اقتحام هذا المطار والسيطرة عليه بالكامل لنعلن بعدها تحرير ريف حلب الشمالي بشكل كامل، ويعني اعلانه منطقه عازله. طبعا ننتقل يعني من مطار منغ العسكري الى بلده حيان، هذه البلده التي فعلا هي بلده منكوبه الان بكل معنى الكلمه. نعم. هذه البلده يوميا تتعرض لقصف بالطيران الحربي، يعني يوميا يتم القاء براميل فراغيه على هذه البلده التي قدمت عشرات الشهداء. اليوم منذ قليل شنت طائره حربيه ايضا غارتان جويتان على هذه البلده، ما ادى لسقوط 7 شهداء حتى هذه اللحظه وعشرات الجرحى. حتى الان ما يزال الكثير منهم تحت الانقاض. يعني هذه البلده يعني والله بلده منكوبه بكل معنى الكلمه، لا ادري ماذا اوصف هذه البلده. الان سكان هذه البلده جميعا اصبحوا خارج المنطقه، جميع سكان البلده نزحوا الى الاماكن المجاوره نتيجه استهدافها بشكل يومي، اما نعم. بالطائرات الحربيه واما طيب، بقذائف المدفعيه ورجمات الصواريخ. بالنسبة لمعظم أحياء حلب والتي شهدت قصفا عنيفا، كيف هو وضع الأهالي في هذه الأحياء التي تعرضت للقصف؟ نعم، بالنسبة لوضع الأهالي في مدينة حلب، طبعا وضع مقسم إلى قسمين، يعني منهم من يرزح تحت الاحتلال الأسدي ومنهم ما هي مناطق محررة يسيطر عليها الجيش الحر، وأتحدث عن الأحياء الشرقية بالتحديد. طبعا هذه الأحياء تتعرض بشكل يومي للقصف المدفعي والقصف الصاروخي من قبل كتائب الأسد. إضافة إلى ذلك أن هذه يعني إضافة إلى كل هذا القصف، هناك معاناة إنسانية صعبة يعانيها أهالي هذه المناطق بالتحديد، يعني نعم. معاناة الخبز، أزمة الخبز ما زالت في تفاقم في تلك المناطق، إضافة إلى عدة أزمات أخرى، أزمة الكهرباء. يعني الكهرباء في مدينة حلب يجب على الفرد أن ينساها بشكل كامل لأن الكهرباء شبه منقطعة بشكل كامل، إضافة إلى الماء، يعني معظم الأحياء تعاني منذ شهر كامل انقطاع كامل للماء، بالإضافة إلى عدة صعوبات أخرى يواجهها هؤلاء الأهالي أو معاناة إنسانية صعبة. يعني نعم. نقص في كافة المواد الغذائية، نقص في كل شيء. يعني أستطيع أن أقول أن هذه المناطق هي مناطق منكوبة. إضافة إلى كل ذلك كما قلت يتم قصفها بالمدفعية وراجمات الصواريخ، وفي كل يوم يتم محاولة كتائب الأسد اقتحام الأحياء الشرقية تمهيدا للسيطرة عليها، ولكن الجيش الحر ولله الحمد يعني يتصدى بشكل يومي لاقتحامات هذه الكتائب. بالنسبة ماجد عبد النور عضو شبكة شام، أشكرك شكرا جزيلا. نتحول إلى إدلب.